واحد اثنين واحد اثنين الله أكبر الله أكبر. فلما أجت الغنائم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له حصته من الغنائم، فقال يا رسول الله لم أبعك على هذا، قال إذن على ماذا بيعتني؟ قال بيعتك على أن يأتيني سهم هاهنا، صدق مع الله أن يأتيني سهم هاهنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة. قال يصدق الله يصدق، كن صادق مع الله الله بيصدق. قال أريد أن أبيعك على سهم أن يأتيني هاهنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة. قال يصدق الله يصدق. خرج على غزوة ثانية والرسول صلى الله عليه وسلم حط ساق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انجلت المعركة عم يحدث أصحابه أو عم يحدث أهل الزمن هذا، عم يحدثهم عن هذا الرجل، قال والله لم يفارق السهم موضع إصبعه، كم هو صادق مع الله.